الهلال لعب احسن وقده وقدود والمفروض خمسه. والله الحمد لله على كل حال، الهلال يلعب تحت الضغوط والحمد لله على كل حال. عجبكم اداء الهلال الليله؟ الحمد لله. بصراحه الشباب ما قصروا الحمد لله، مبروك للهلال، هارد لك الاتحاد. الحمد لله على كل حال، اظهر اليوم كانت تعبانه مره، لكن ان شاء الله متملين في البلوي خير ان شاء الله. شوف الفريق وشوف لنا اجانب زي الناس باذن الله. والله شوف التشكيله اليوم خمتنا صراحه، احنا كنا متوقعين زي تشكيله الاهلي. سبب الخساره اليوم هو نزول محمد نور، لاعب 38 سنه يكون ورقه رابحه، كيف هذا وما في اجانب في الاتحاد والهلال؟ لا محمد نور لاعب 10 دقائق، لا محمد لا مو افضل لاعب، من قال لك؟ مين؟ لا مو الكل، احنا نشوف احنا نفهم كوره. اهدي الفوز هذا لجميع الهلاليه وان شاء الله من احسن لاحسن. لا عجبنا الاداء لكن نقصنا لعيبه اجانب.